آخ نعم، ما عندنا كلام، ما عندنا كلام أبدا. قال له كيف بدي اشتاق لك وانت فيي، يعني مثل عشق قيس وليلى. هلا انت معي وفيي وبقلبي، وليش بدي اشتاق لك؟ يعني بشوفها بكل شيء، ما في لزوم يسلم عليها، هو حي وهي كمان. المرة بيقولوا لها حي، انت بيقولوا لك حي. أرملة، انت ما بيقولوا لك أرملة. نائبة يعني مصيبة، انت نائب بتنوب عنا كلنا من شمال لجنوب، وبتسرقهم كلهم وبتحطهم بالجيوب، تصرفهم تحت الجيب. بيقولوا كلنا للوطن وكذبين، كلنا للبطن. أبو كرش وأبو قرش. فإذا يلي بحب ياخذي ما عنده كتاب، شو ما حبيت. مرة مرق موسى، سيدنا موسى، النبي موسى، شو ما بدكم، وبلا لقب. هالألقاب مطب مرق، ولقى رجالك عم بيحكي. آخ قال له يا الله، أقولك مرتك مثل مرتي، ما بتعرف تطبخ، بجي أنا بطبخ لك. هاي مرتي ما بتعرف تطبخ، وإذا الصرمية اللي بإجرك عم تعقرك، أنا بعرف أعمل الصرامة بصلح لك إياها. وإذا في أمل براسك بيجي بنقي لك إياهم، أنا بعرف نقي أمل. مرق موسى الكليم، مع مين عم تحكي؟ قال له مع الله. قال له الله عنده راس وعنده أمل وعنده صرمية وعنده إجر وعنده مرق. قال له أنا ما بعرف أحكي إلا هيك، ما بعرف بالدين، ما بعرف أقرأ وأكتب، هيك بحكي. علمه الأدب والتهذيب والصلاة والشريعة اللي تشارع عليها كل النهار، شراع وشريعة، وما بنعرف الفرق يعني. خواريف وقطع ورعاء، وماشي ورا الراعي الأعمى، ونحن مثل. علمه كيف لازم، وانبسط موسى. هلأ رضي الله. قال له الله يا موسى، كان في عندي صديق عم بيحكيني من قلبه، جيت انتو خربطتوا انه هيك لازم يقرا شريعه تعلمهم كلهم معلبات. راح لعنده واعتذر، قال له خليك عم بتصلي مثل ما انت بدك، يكون كلامك من القلب لا من الفكر ولا من العقل ولا من الجيب ولا تأرضي حدا ابدا. هودي يلي بيسموهم اهل الذكر، الصوفيين، أهل الصفا، على منابر من نور في كل لحظة، هي قيامة موت وقيامة. هيك الأطفال بتحكي هالألوهية، هيك أهل الحكمة، الحكمة، هذا هو الحكيم، على الصراط المستقيم بالرضا والتسليم. يقيني يقيني، إيه اليقين؟ عارف انه نحن ضيوف، ولو هالضيف بيجي حتى يزورك بيقدر يعمر لك بنايه بالبيت. كلنا ضيوف الرحمن، هون ضيوف الرحمن، هوني على هالممر، على هالممر وبالمقر. مين ضيوف؟ الله بس. يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل. هاي كلمات كانت ما تحولت إلا عند أهل البراءة، الطفولة، الحكمة، أهل النور. كلنا نور من نور يا أخوتي، في شيء غير النور؟ أينما توليتم في نور. شف لي مطرح، قال له ما في الله، بس نحن قاعدين نتفلسف ونعمل شريعة. هي الشريعة منيحة، لقسوة القلوب إذا بدك، اتبعوا النظام. بس هوديك هن اللي بيسوقوا الشراع، هن اللي بيحطوها من هون ولا من هون، وبيديروها مثل ما بدوا. انت نوح رب السفينة حط فيها ذكر وأنثى، يعني ميزان. تفضل يلي عمل التيتانيك وقعدنيك، بس اللي عمل سفينة نوح من قلبه.
هذيك علماء يعني بدنا نعرف كيف نظبطها 2 سنتي هون 3 سنتي هون هيدي اسمها هيدي تتتتي تي تي تررت وقعنا من الوف السنين لليوم بعدنا الاخوه عم بتقتل بعضها اقتل وعقل شو عقل شغلية وتوكل على مين بدي اتوكل على المال ليكون صرنا العلي مش بالمال صرتوا تعرفوا اعطوني كل اموالكم حطوهم كلهم بيت المال وانو بيت المال وين بيت الفضيل الفضل للفضيل هما اكلا وهما اكلا وهما اكلا وهما اكلا كلا مرة مرشد معه هيك مريدين تلاميذه طلع قال لهم سألوا لي ليش ما قطعوا هالشجرة بهالغابة عم بيقطعوا قال هاي شجرة مش منيحة لا خرج نعمل منها كراسي ولا خرج نعمل طاولة ولا خرج نعمل منها بيت قال لهم كونوا مثلها ما حدا يقطعكم ما حدا يستخدمكم هيك فكرونكم أموات الله اللي بيستخدمكم بيشوفكم ما لكم قيمة بالدنيا لكم قيمة بالآخرة مين اللي له دي قيمة بالدنيا ها؟ قال الإمام علي والكل حبوني وناس لأني معي وقت الدنيا هيك ما عادت تعطيني تركوني كلهم بكرمك إذا عندك قصر وإذا عندك هيك وإذا عندك هيبة وإذا عندك هلأ صاروا شبابنا كلهم لازم يكون عندهم دقن هيك ولازم شعرات هيك ولازم التاتو هيك ولازم العوينات لازم يكون جقل لازم يكون سيارة ولازم يكون دخان ولازم يكون أشكال يا أشكال ويا أهبال يا أشباه النساء والرجال مظاهر بس ما في شيء ظاهر ما فينا نشوف الظاهرة بدنا المظاهر حتى بالأطفال عم نلبسهم وعم نطعميهم ونعطيهم أدوية من خضر عند الأطباء طبيب خاص بالأطفال طبيب خاص بالمرأة بالبنت بالعذراء خصخصة ولصلصة جسدك كله بيتناغم مع بعضه صارت الكرة الأرضية عصفورية هربوا العصافير ليش سموه عصفورية العصفور أحلى كلنا ما في طير بيأذي طير طبيعة كلها بتساعد بعضها البومة العمية كلهم بيتعاونوا إلا اللي بيعيشوا معنا الكلب اللي بيعيش معنا بصير متصابوا مع عمورة ثلاثة كلاب عندنا جارتنا ثلاثة أكل أحلى من جوزي بعد ناقص تحكي معه بالسلولار وبتاخدوا لعند الكلب الاختصاصي الطبيب تبع الكلاب يلي عنده علم النفس عند الكلب بيلحط إيدك على الكلب وقولي لي شو بتحسي وبيعطي دواء للكلب هون عندنا إياه بلبنان بتلاقيهم رايحين هني وهالكلاب اللي عند هالكلب الكبير بس انه صديق كلب ما في في كلب صديق بعد في احط من هيك منحطين دعان الطين وفلس ودعان الفلس والطين الكتاب خير جليس ما عندك كتاب لانك انت ما بتعرف الباب انت السائل والمسؤول حق عليك لا تسألون سؤال سخيفة بقى دعوا الأموات يدفنون بعضهم 2-3 بالمليون اكتفيت بشكركم كلكم كل اللي عم بيبعثوا صدقة من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله غير هيك ما رح يحكي حدا إيميلات حلوة بتجي بقدر شارك فيها كلكم اللي بتبعثوا لي إيميلات هيك مثلا عندما حرقنا القدس ما نمت لم أنم طيلة الليل وتوقعت أن العرب سيأتون نازحين من كل حدب وصوب نحو إسرائيل ولما بزغ الصباح علمت وأيقنت أننا أمام أمة نائمة هاي جولدا مير ما تعتلوا هم العرب نايمين وعم بيشخروا مش بالليل بالليل وبالنهار هن مفتحين عينيهم بيفتكروا حالهم صاحيين وعيين روحوا شوفوا وين بالمقهى عند الواوا بالهوت دوغ كلهم هوني
سؤال الدكتور. نعم في خوري كان عم بيوعظ لقاهم كلهم. ما كل يوم عم بيقولها من سنين. لقاهم غافلين. قال لهم انا وجاي على الكنيسه شفت حمار. سالني الحمار قال لي ابونا انت وين رايح؟ رد علي وعيت ابونا شو قال لك الحمار؟ شو قال لي الحمار وعيته يا بلاد الحمير بس شو انا عم بحكي؟ من مين عم تشكره؟ نعم لان تعودوا عليه. احلى شيء بالكنيسه بتغفى. قالت له تيتا اذا هلا ادفعنا منقوم نروح؟ رايحين تندفع مش تنرفع. وهيك كل المعابد والهياكل والكنايس كلهم كلهم فلس. مين بيعمر كنيسه كبيره؟ هيك قال المسيح، هيك قال محمد، هيك بودا كريشنا. الله عمر هالمسجد وحطني تحت هالقبه وسكن بقلبي. خلصنا. ده فوت لجوا واسمع. نعم اذا بدك على طول عم بحكينا. بس مين بيرد؟ مين بيسمع يا سامع؟ بس اذا واحد عم بيلاقي على الطريق مين بده دولار؟ مين بده دولار؟ كلنا بنركض. مين بده النور؟ مين بده النور؟ هلا الدنيا انه رايحين هو ومرته واولاده. هيدا باب السلام، هيدا بعدين السلام، هيدا باب الصح بعدين الصح، هيدا باب الجنة بعدين باب، هيدا باب التجارة فيتوا بالتجارة. اجل قال له خلاص اجى وقتك بدك تموت. طيب بقى قال له انت اخترت تك 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 مرتك ولادك بكفوا الطريق. اخذت ثروته وكفت الطريق هي كمان. رو قصيدي لزين العابدين كيف هو بده يموت، كيف جوزها بتتجوز، كيف بعلها بيتحكم بابنه. هيدي الدنيا هيك، هيدي اهل الدنيا. دينار ودرهم ودولار. والعلي منا بالدينار والدرهم والدولار. العلي فيك يا اهل النار. احنا اهل نور. وين اهل البيت؟ وين ميل المسلمين؟ وقت ما كان وقت سيدنا عمر شو عملت غلط ما فتوا على بيت المال؟ ما حدا فيت اخذ رزقته تركوه تا يرجع. هلا انا عملت شي غلط اكيد كلكم افهم من عمر سامحوني. شو هالتهذيب واللطف والتواضع؟ لانه يلي ماشي مع الحق بيشوف الباطل وما بيشوفه هونيك بيشوفه هون. اللي ما بيغلط منه حي. بس انت عم تنفتش على الحقيقة. مين اللي بيحبها؟ بدل الأول اختبرها. ها ما تفتش على واحد ما بيكذب. بس ما تكذب. شو ما عملت؟ سرقت، كذبت، عملتك عملتك. منافق صادق أحلى من صادق منافق. هيدا بتفتكر قاعد عم بيخطب عم بيوعظ. تهمني الحقيقة والاستعمار في البلاد والاستقلال في لبنان. كله استغلال واستقتال. لا بعد سدوا حدا. استفتي قلبك ولو افتوك. ما لي ساعة الا بنفسي، نفسي طين قطع نفسي وبالبيت وبس. منكون اثنين ثلاثة بس ما بده حدا يكون معنا لما منكون هالمريد اللي عايش مع المرشد. ما بدنا ولا مرشد ولا مريد. شو بدنا؟ ماذا تريد؟ قال له هذا اللي يأتي في البريد. هو على البريد. أي بريد؟ في بريد داخلي وفي بريد خارجي ولك الخيار يا مختار.